هذا اللينك اللي قلت لكم أشرت لكم عليه، هذا هو اللينك، لازم ترسمه مثل ما هو، إذا مايل ترسمه مايل، إذا عدل ترسمه عدل، إذا أفقي عمودي مايل بزاوية، كلها ترسمه مثل ما هو. شلون جاي بالسؤال ترسمه هنا وتيجي على القوة اللي مؤثرة عليه. لاحظ النقطة سي هي نقطة مشتركة ما بين البوابة وهذا اللينك. على البوابة سوينا سي اكس افقي بهذا الاتجاه، اذا هنا اسوي سي اكس باتجاه معاكس لهذا الاتجاه، لان هاي نقطة مشتركة. السي واي سويناه الى الاعلى هنا، ها لما اجي على هذه النقطة سي واي اردح لها اجي اخليه وين؟ الى الاسفل، لان مثل ما علمتكم النقاط المشتركة يجب ان تجي على وحدة تسوي ردود الافعال بكيفك، بس الثانية يجب عكس الاولى، ما يصير اثنينات نسويهن بكيفك، ماكو هيك شيء، اثنينات نسويهن بكيفك ما يصير، لازم اول وحدة تفرضها فرض، تقول انا بكيفي اسوي سي اكس منها على اليمين واسوي سي واي على الى الشمال. لما تجي على السي نفسها على البوابه لا هسه مو بكيفك، السي اكس هنا سويته على اليمين لازم هنا اسويه على اليسار، السي واي هنا سويته اللي فوق لازم هنا اسويه للاسفل. واضح شلون؟ الكورد على الجسم الاول كان باتجاه هذا العمود، بس من نجي على هاي هذا العمود نخلي الكورد عكس الاتجاه. ليش؟ لانه ايضا واحد ياكل الاخ، وهمين الميلان مالته 2 ب3 مثل هذا الميلان اللي كان هنا. اما هذه هي الجزئين الرئيسيين اللي احنا مثل ما يقول بالفري بايو دايجرام شلون نقدر نحلهم. بعدين نجي هنا نحل هذا السؤال مثل ما نحل الأسئلة البقية. هنا فد ملاحظة هنا أقولها، هنا هذا الجزء المثال اللي كان بالجدول سابقا، اللي كان بالجدول سابقا، شلون أحل هذا السؤال؟ أجي أول مرة أخذ مومنت حول النقطة سي، من أخذ مومنت حول النقطة سي السي اكس راح يساوي المومنت مع القوة سي صفر، والمومنت مع القوة سي اكس صفر، اسوي معادلة بها يعني تطلع عندي القوة بي اكس وبي واي، معادلة مجهولين بها. اجي على اللينك الثاني اخذ مومنت حول النقطة اي، راح اشكل معادلة ايضا بها مجهولين بها بي واي وبي اكس، عندي معادلتين آنية بها مجهولين، اقدر احلهم لو لا؟ الجواب نعم نقدر نحلهم، اطلع بي اكس واطلع بي واي، بعدين ارجع على اللينك بي اكس اسوي سميشن اوف اكس اف اكس اطلع سي اكس، سميشن اوف اف واي اطلع سي واي، ارجع على اللينك بي اي سميشن اوف اف اكس اطلع مقدار اي اكس، سميشن اوف اف واي اطلع مقدار اي واي، وبهالحالة حليت السؤال كله وحلت كل المعلومات اللي اريدها عن هذا السؤال. حتى نحول السؤال الى مقاومة اجي بالسي اكس اعرف مقدار البن اللي احطه اشقد احط من حتى يتحمل هذه القوى، اجي على اي اطلع مقدار البن اللي احطه هنا حتى يتحمل اي، واجي على بي اخلي احسب مقدار البن، بعدين نتعلم شلون نحسب مقدار البن، اجي اطلع مقدار البن اقول هنا اخلي بن ابو الانج، هنا اخلي بن ابو الانجين، اخلي هنا بن ابو الانج ونص، احل السؤال كله من ناحية مقاومة المواد.